منذ عقد من الزمن يتربع ريكس تيلرسون على رأس مجموعة إكسون موبايل، منصب جعله يتنقل حول العالم لإبرام الصفقات خاصة في روسيا. تيلرسون يعتبر صفقات بالمليارات أبرمها مع شركة النفط الروسية العملاقة روسنيف ناجحة، فقد مكنت إكسون من وضع موطئ قدم لها في حقول النفط الروسية خاصة في القطب الشمالي وسيبيريا والبحر الأسود وقبالة سواحل سخالين. فلاديمير بوتين بدوره لم يتردد في التعبير عن تقديره الكبير لريكس تيلرسون الذي كرمه بوسام الصداقة، وبصفقاته الضخمة وعلاقته الجيدة مع روسيا بات تيلرسون الرجل الذي يراهن عليه ترامب أيضاً. إنه رجل عظيم، ورغم أن تعيينه كوزير للخارجية لم يتم رسمياً بعد، إلا أن ثمة انتقادات باتت توجه إلى تيلرسون، فهو رفض على سبيل المثال العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب ضمها شبه جزيرة القرم، مبرراً ذلك بالخسائر التي ستتكبدها شركته. فهذا التحيز الكبير لروسيا يثير مخاوف كثيرة لدى الأمريكيين، سواء في المعسكر الجمهوري أو الديمقراطي.